إحساس رائع. يكتب فتح فرعون أول شيء. يو غاز، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نرسم واحد اللاعب اللي انا شخصيا عزيز عليا بزاف، وفي نفس الوقت غادي نتكلم على القصه ديالو وكيفاش ولا مع الفريق ديال الوداد. وقبل ما نبداو، الا ماكش دير ابوني تابونا ودير لايك وش كومونتير زوين، حيت هذا الشيء كيدعمني كصانع محتوى وكيخليني نكمل. وبلا ما نطول عليكم، خليكم مع الانترو وليتس جو. وحقا قبل ما نشوفوا الانترو، بغيت نقول لكم بلي غادي نمشيو عند اون نجم وغادي تشوفوا الرياكشن ديالو على الرسمه وكيفاش تلاقينا معاه وكل شيء. بقاو معايا حتى الاخر. بلاتي بلاتي بلاتي، قبل ما نبداو الارت وورك خصنا سكتشي هو الاول. بحال هكا مزيان، ليتس جو. نجم الوداد الرياضي محمد اوناجم تزاد في 1992 بمدينه الرشيديه. اوناجم دوز طفوله ديالو صعيبه شويه، كان كيضطر انه يخدم بزاف ديال الخدمات باش يعاون العائله ديالو في المصروف. خدم كبائع ديطاي وخدم حتى في الفران، وفي نفس الوقت كان الحلم ديالو بين عينيه باش يولي لاعب كبير. اوناجم بدا الكره في الاحياء قبل ما يجي الفريق ديال الاتحاد الرياضي الرشيديه، ولكن المعلومه اللي ما عارفينش بزاف ديال الناس هو ان اوناجم كان فريق ديال كره اليد، وكان قريب يحمل قميص المنتخب المغربي في كره اليد. ومن بعد اوناجم مشى لمكناس ودوز تيس مع نادي المكناسي لكرة القدم، ومن بعد مشى لفريق شباب الاطلس خنيفرة، وهذا الفريق كان في مستوى ديال الهواج. ومن بعد اوناجم مولد طلع هذا الفريق وبينه، ولا الجمهور خنيفري كيلقب اوناجم برونالدو الاسمر. من بعد اوناجم ولاو كيجيها عروض بغرية من اندية كبيرة في القسم الاول، ولكن المدرب ديال الفريق الخنيفري هشام ادريسي خلاه معاه في الفريق لحفاظه لتوابيت الموسم الاول، وهذا الشيء اللي خلاه يحمل قميص الفريق خنيفرة للدرجة الاولى. من بعد اوناجم وقع العقد مبدئي مع فريق ديال الوداد، واخا ان الرجاء وفريق البازارتي التونسي كانوا باغيين حتى هما. وفي الموسم الثاني ديالو مع الفريق ديال الوداد فاز ببطولة وتوج بلقب ابطال افريقيا، وتالق التالق ديالو في الوداد خلى المدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار يهتم به وينادي عليه في العديد من المرات. ولكن اوناجم من بعد تعرض لواحد الاصابه قويه اللي خلاته يغيب وقت طويل بزاف اللي تعرض لها في دوري ابطال افريقيا. ومن بعد رجع اوناجم تدريجيا للمستوى ديالو، وكل اصابه خلاته انه يفوت بزاف ديال العروض جايين من برا. وكانت هذه هي القصه ديال اوناجم، ودابا نخليكم مع الرسمه كيفاش غادي تكمل وكيفاش غنمشيو عندو وغادي نفاجئوه في الانترامو ديالو.
وهذا الدراري هو النهار الثالث في الرسمه وصافي كملتها ودابا خليكم مع الريفيو ديالها كيفاش طلعت وكيفاش غادي نديرها في القادر ديالها وبيس. واش العرش غير يمشي عند نجم بحال هكا؟ بلاش خص ندير واحد اللعيبه. دابا مزيان دابا مزيان دابا نقدروا نديوه ليه. ليتس جو. واحنا دراري مشينا دابا للتيران باش نمشيو ندخلو عند نجم لندريما. واحنا دابا دراري داخلين و غادي نتلاقاو مع شي ناس غادي نقولو نشرحو لهم كلشي و يدخلونا عندو و بيس. شنو الاحساس ديالك السي سعد؟ احساس رائع ياك تمزومي. و دابا دراري كيما شفتو مشينا عندو لندريما ولكن مخلوناش ندخلو عندو وقالوا لنا نتسناو حدا الباب مي يخرج. وكل واحد السيد قال لنا نمشيو نتسناو في لوطيل مني نجي. ودابا الدراري حنا دابا سبقنا لوطيل وكنتسناو فيه بقا والو يجي ويجيو دابا شويه. بدر برو ناجم اول شيء خويا كيدير صافا بخير ماشي مزيان لا بالعكس مرحبا الله يحفظك الله يحفظك شكرا دابا بخير دراري بون كوراج الدراري شي كلمة أول حاجة السلام عليكم تنبغي نشكر الأخو والأخ اللي معاه جابوا لي واحد سوفونير اللي هو هذا تنبغي نشكركم بزاف بزاف أخويا والله يكبر بكم ونتمنى إن شاء الله ديما نبقاو مفرحينكم وديما تكون الأمور مزيان تبارك الله عليك شكرا بزاف يا الخوت وهذه كانت شي ردة فعل ديال نجم الصراحة كبر بينا ورحب بينا وهضر معنا زوين عطانا وقت وهذا كان هذا الفيديو ديالنا وما تنساش دير كومنت وسبسكرايب ولايك وشير وقول لي شكرا على الفيديو الجاي وبيس.